نجم الكوميديا الجديد محمد هنيدي لا خلاف مع أستاذي عادل إمام. سالي ما حكوا معك من شركة بيت سحم الدولية؟ مو على أساس بني حكوك بهذا الأسبوع؟ والله ما بعرف، غريب ليش ما اتصلوا. يعني معقول يكون بدهم يعطوا الدور لغيرك؟ لا تستبعدي، كل شيء معقول بيعملوها يعني. دخلك؟ هلأ الدور اللي حكوا معك مشانه كبير؟ ما بو شي، يعني بدك تقولي حوالي 20 مشهد. لك يا ستي ماشي الحال، نعمة كريم أحسن من بلا. هلأ أنت لأمتى بدك ضل عم تشتغل 20 و30 مشهد؟ يعني سالم حلك تاخد فرصة كبيرة بقى. البركة أنت صار لك 20 سنة عم تشتغل بالفن. عدم المؤاخذة سالم أنت ما عدت صغير. شو بدي ساوي يعني؟ ماشي الحال الله كريم. ألو نعم. أهلا. إيه موجود. طبعا موجود. وين بدي يروح يعني؟ إيه على عيني تكرم عينك. أهلين. المنتج ممدوح الغر. لا. ألو. أهلا وسهلا. تحياتي أستاذ غر. يا أهلين وسهلين. كيفك أستاذ سالم؟ نشكر الله ماشي الحال. بدي اسألك، يا ترى مرتبط بشي أعمال بالوقت الحاضر؟ لا لا أبدا مالي مرتبط بشي. ليش عم تشتغلوا شي هلأ أستاذ ممدوح؟ ايه والله عنا مسلسل جديد اسمه محمد الشامي، ورح يخرجه الأستاذ نبيل الفاعصي. ايه صحيح سمعت عنه، وبصراحة يعني متمني يكون إلي دور فيه. توقعاتك بمحلها أستاذ سالم، لأنه إلك دور مهم كتير. بس ما يكون شغلة 20-30 مشهد، لأنه بيني وبينك يعني مليت من الأدوار الصغيرة أستاذ. لا لا ولا يهمك، الدور اللي عنا أهم بكتير. أنت شرف لعنا على المكتب وبعدين متفاهم. أوكي أستاذ ممدوح، بعد ساعة بالكتير بكون عندكم إن شاء الله. أهلين وسهلين، الله معك، مع السلامة سيدي. عرفتي مين ممدوح؟ هذا ممدوح الغرب تبع شركة معربة. هلأ أنت رايح على معربة؟ لك لا شو على معربة، رايح على مكاتبهم هون بوتستراد مزي. رايح البيس. الله يوفقك. على عيني وراسي يا استاذ، بس ما قلت لي شو الدور. دور محمد الشامي. محمد الشامي؟ شبك وقفت، عود استاذ سالم. لا بس الواحد يعني سالم بتصور انه هاي الفرصه هي فرصه عمرك، وهذا دور البطوله المطلقه، يعني عندك حوالي 500 مشهد. 500 مشهد؟ ارتاح ارتاح استاذ سالم. صدقوني يا جماعه انا ما بصدق اللي عم بسمعه. يا سيدي لازم تصدق منشان تركز معنا ونجهز العقد. شو رأيك أعطيك نسخة عن المسلسل تقراها وتقرأ دورك فيها بعدين نتفق على العقد؟ لا لا أستاذ أنا ما بدي أقرأ شيء، خلاص موافق على بياض. يعني معقولة أتدلل على هيك دور؟ عظيم عظيم كتير، بقدمك تأخذ منا على الدور يا أستاذ سالم.